السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش فعل زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. مباراة سويسرا والكاميرون انتهت بفوز المنتخب السويسري على المنتخب الكاميروني في مباراة قدم فيها مستوى أقل من ضد جيم زي ما يقولوا ضعيف. المنتخب الكاميروني خسر مباراة بهدف مقابل لا شيء، سجله هدف امبولو لاعب المنتخب السويسري ورفض الاحتفال بعد ما سجل الهدف، لأن هذا اللاعب مولود في الكاميرون يعني من أصول كاميرونية يعني. بالنسبة للأداء، أداء سيء، لعبوا استحواذ الشوط الأول للمنتخب السويسري أول ربع ساعة، بعد كده يعني حصل توازن بعض الشيء، لكن في آخر 10 دقائق رغم الاستحواذ في أول ربع ساعة لكن سنحت المنتخب الكاميروني أكثر من فرصتين ثلاثة انفرادات، وتألق سومر حارس مرمى المنتخب السويسري، ومع نهاية الشوط الأول ركب الجيم وسيطر على مجريات الأمور المنتخب الكاميروني، وتوقعنا أن الشوط الثاني هيكون جيد، لكن المستوى البدني والحالة المعنوية والحماس مفيش. لعيبة تحس زي ما بقول لك بعد ما يعني شفنا المنتخب السعودي أمام الأرجنتين وهيرفي رونالدو والحماس واللعيبة دخلوا الشوط الثاني عامل إزاي، عكس الكاميرون الشوط الثاني تحس انهم سونج حطهم في ثلاجه وطلعهم بمنتهى البرود، لا اللعيبه عايزه تلعب لقدام، خسران 1-0 وما تحسش انهم وبيلعبوا كانهم الامور عادي كسبانين يعني، بيمرروا في خط الظهر وما فيش غير مواتنج كان لوحده قدام بيصارع وسط 4 5. اداء سيء للمنتخب الكاميروني، وهذا يرجعنا تاني للاقوال الكوميديه اللي كان بيلقيها الاخ رئيس الاتحاد الكاميروني سامويل ايتو عندما تحدث قال احنا رايحين ناخد كاس العالم. لا يا سامويل ابشرك، يعني كاس العالم هيجي لك يا حبيبي، مش انت اللي هتاخد كاس العالم. وفينيس ابو بكر بيقول لك ان انا كان بيقول لك ان انا كل ماتش هسجل هدفين في كاس العالم، وهو اساسا ما نزلش غير اخر 10 دقائق وما عملش اي حاجه، وكان ممكن يتسبب في حساب ضربه جزاء على المنتخب الكاميروني، الكره جت في ايده لكن الحكم لم يحتسب هذه الكره. بالنسبة لكارثة من كوارث اتحاد الكرة المصري، كارثة جديدة والله، الواحد يعني كان متردد يتكلم، لكن بما ان مفيش اسماء نتكلم بصفة عامة. قال لك كارثة جديدة، محامي زوج احد السيدات تقدم بدعوى زنا ضد زوجة موكله لانها متصورة فيديو مدته 43 دقيقة مع مسؤول كبير باتحاد الكرة المصري، وهذا المسؤول خلاص يعني بنسبة كبيرة تقدم باستقالة. المسؤول ده هو مسؤول عن الكرة النسائية، مسؤول عن الكرة النسائية في اتحاد الكرة المصري، بيقول لك سيدة عشرينية عندها في العشرينات من متجوزة، في العشرينات من عمرها متجوزة، والواقعة والمحامي اتكلم المحامي أحمد مهران، قال انه هيتقدم ببلاغ النيابه العامه صباح باكر يتهم فيه، اللي هو صباح اليوم يعني، يتهم فيه السيده مش عارف تمارس مش عارف ايه مع مسؤول كبير باتحاد الكره المصري. وان يعني انا مش عارف اتحاد الكره المصري ده بصراحه، يعني انتوا قاعدين ليه؟ بعيدا بقى عن هذه الواقعه يعني للاسف الشديد، يعني وزير الشباب والرياضه بشكل لجنه بسبب مخالفات ماليه وفساد مال، مخالفات ماليه يعني فساد مالي في اتحاد الكره بسبب رحله الكويت. اتحاد الكره والنادي الاهلي وزاره الشباب والرياضه واللجنه قالت ان انتم في مشكله في الاداره التنفيذيه، وهي سبب خطا كلف النادي الاهلي الكثير. عمالين نطلع من اخفاء نجيب ايهاب جلال، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ كل يوم واحد يطلع من اتحاد الكره يمسك الحديده، ايهاب الكومي شويه وجمال علام شويه، حازم امام شويه، محمد بركات شويه، كله عمال يتكلم، وفي الاخر فساد ومنتهى القرف وشيء مقرف، والكره عماله تتدهور، لا عندنا النواحي الماليه مظبوطه ولا حتى النواحي الاخلاقيه عند البعض مظبوطه. طب انتوا بتقدموا ايه؟ انتوا بتقدموا ضحك، يا ريتوا ضحك. انتوا بتقدموا والله ما عايز اقول يعني ان لو قلت هغلط يعني هغلط يعني، المفروض يعني احتراما لهذه تتقدموا باستقالتكم وتسيبوا وتمشوا تتكلوا على الله. هذا
قائد المنتخب عجبني تصريحاته، بس اتمنى ما يكونش خدعه زي ما عمل الاخ انفانتينو، قال لنا لا والشاره ومنع الشاره وبيان الفيفا وهو بتلاقيه بيشاور على الشاره مع الوزيره الالمانيه في المدرجات يعني. فهازارد بعد الكلام عن المنتخب البلجيكي وكلمه لاف اللي على التيشيرت، وتم الغاء التيشيرت البديل وازاله هذه الكلمه، وكانوا من بيقول لك هيدعموا الجماعه الخواجات. فهازارد طلع في التصريح صحفي دي قال لك ايه اللي عمله المنتخب الالماني، بيستغرب يعني اتسال بالنسبه ايه رايك في اللي عمله المنتخب الالماني، قال لك خسروا اللقاء بعد ما عملوا الحركه دي وتكملها، خسروا اللقاء. لو ما عملوهاش كانوا ممكن يلعبوا بشكل افضل، لكن احنا هنا علشان نلعب كره القدم، مش جايين علشان نوجه رسائل. زي ما قال تشاكا اللي هو لاعب كابتن منتخب سويسرا، كان نلعب كره قدم، ما احناش جايين بقى ندعم ولا نوصل رسائل ولا نعمل مش عارف ايه. وبمناسبة المنتخب الألماني، أحمد سعيد الإعلامي الأهلاوي أحمد سعيد قال لك إيه، بيتوقع إنه هيكون المنتخب الألماني هو الحصان الأسود بعد الحركة اللي عملها، وقال لك رغم كل اللي بيحصل مع المنتخب الألماني إلا إني متوقع إنه هيكون الحصان الأسود للبطولة والكل هيركبه بما انه حصان اسود. بالنسبه لكابتن مجدي عبد العاطي مدرب ولاعب نادي ام بي السابق، قال لك ايه، هي المانيا خلال صفحات عشر، هي المانيا وانجلترا واخدين موضوع العجل على صدرهم ليه يعني، ده موضوع كبير قوي، موضوع كبير قوي، لدرجه كمان بيقول لك الشركه الراعيه للمنتخب الالماني، شوفوا الشركه الراعيه للمنتخب الالماني فسخت التعاقد معاها بسبب منع المنتخب الألماني من قبل الفيفا والمسؤولين في قطر، اللجنة المنظمة، بسبب منعهم عن شارة المثلية. والشركة طلعت بيان وقالت إن إحنا هنا كرة قدم ده وبتعبر عن التنوع، إزاي تمنعوا حاجة زي. للأسف الشديد الغرب كله بيدعم هذه الحملة القذرة السفلة اللا أخلاقية اللي ضد الفطرة، وإحنا هنا شيوخنا بعض المشايخ مش كلهم يطلعوا يهاجموا قطر، يقول لك لا قطر بتدعو الاسلام ده، وسعت شويه. ياسر برهان، خالد الجندي ينتقد الدكتور زاكر نايك ويقول لك كان بيحرم كره القدم ورايح فعاليات كره القدم علشان الدعوه، مين بقى هو اللي منافق؟ مظهر شاهين يطلع يقول لك اللي بيحصل ده، وان انت تعمل وتدعو الناس في بلد اسلاميه تقبل، لو رحت بره تعمل الكلام ده. لو واحد يقول لك طب ما احنا بنشوف قاعدين على النت يا عم مظهر حاجات دعوات بيقول لك يدعو للاديان الاخرى يا عم مظهر، وبعدين بره يا عم مظهر اللي بتقول لك ترضى يعمله بره، مفيش اذان يا عم مظهر، بره يا عم مظهر ممنوع الحجاب في بعض الاماكن يا عم مظهر، مش ده هم ده بيعبروا عن دينهم وعقيدتهم يا عم مظهر وبيحاربوا عقيدتك، وانت هناك بتعبد رب او بتاخد راحتك في العقيده بتاعتك، لا انت بتمشي على هناك. ثم دول جايين عندي ما بضربهمش، اقول لهم تخش في الاسلام، بقول لهم في مكان، اقول عايز يعرف حاجه يتفضل. انا بدل ما تطلعوا وتعملوا تبقوا كلكم في ظهر قطر بسبب الحمله على قطر بسبب منع الشذوذ ومنع الخمور في المدرجات، بدل ما الشيوخ تطلع ده كلهم طالعين يقطعوا في قطر، العالم الغربي كله اللي ملوش مبدا، اللي ملوش مبدا واللي بيدافع عن حاجه قذره كلهم في ظهر بعض بيساندوا بعض حاجه القذره، لكن احنا هنا كله بيركب الترند. مظهر شاهين قبل كده اللي كان اتخانق مع مرات احمد او طليقه احمد الفيشاوي، مظهر شاهين اللقمه، خارج والله يا جماعه انا مش عارف اتكلم، مش عارف اخد راحتي في الكلام، لان دول في الاول وفي الاخر بنقول عليهم شيوخ، ما ينفعش ان انا اتكلم، لكن انا الواحد طلع من هدومه يعني بسبب اللي بيحصل للغرب ودعم المثليه بكل قوه، سواء نواحي ماليه او نواحي معنويه، حملات تلفزيونيه، كل لاعبين على مستوى الساسه والقيادات ووزيره المانيا شفناه مع انفانتينو، احنا عندنا الشيوخ هنا مشغولين نطرقع، طب قطر انت هتعمله مش عارف ده اوضتين وصاله، يا جدعان ده الدين يا اولادي الذين امنوا. ماركا الاسبانيه بتتكلم عن عرض ضخم من نادي النصر السعودي للحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، هل ممكن نشوفه في السعوديه؟ سننتظر بعد كاس العالم ونرى. سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان اداره النادي الاهلي لن تتخلى عن كهربا، الكلام ده بشأن ازمه كهرباء والغرامه الموقعه، لا مش هتسيبه النادي الاهلي مش هتسيبه. وقال سعد شلبي فيما يخص هل النادي الاهلي هيدفع نص غرامه كهرباء، قال الاهلي لن يتخلى، ما قالش هيدفع، مش هيتخلى عن ابنائه، خاصه النادي الاهلي دائما بيكون حريص على ابنائه، ومن ضحى من اجل القلعه الحمراء
واتكلم عن لجنة التخطيط في وجود الكابتن محمود الخطيب، بدأ في حضور اجتماعات اللجنة بعد عودته لجنة التخطيط، ثم دراسة الملف ووضع الرؤية لحل الأزمة، وهيتم عرض هذه الرؤية على مجلس الإدارة على أن يتم اتخاذ القرار. مش هيدفع طبعا لكهرباء، لكن هيديله جزء من العقد بتاعه، يصرف العقد بتاعه يعني، أو يديله سلفة ويسددها يعني. اما فيما يخص بقى شطب بعض الاعضاء، يتكلم المدير التنفيذي ايضا سعد شلبي، قال لك في اجراءات قانونيه تم اتخاذها فيما يتعلق ببعض الاعضاء، وده كان في اجراء قانوني وتم عرضه على مجلسنا الموقر، وقال لك ان بعض التصرفات صدرت من ابناء عائله النادي الاهلي، ويتم عرض هذه الاعضاء هؤلاء الاعضاء على الجمعيه العمومية، والبعض الآخر يعني بيبقى فيه نقد عادي، لكن في بعض بيبقى فيه تجاوز يعني، بيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء، ثم العرض على الجمعية العمومية للبت في أمرهم. النهاردة في مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري في كرة السلة، كان مباراة الذهاب انتهت للكبار، فوز الاتحاد السكندري على النادي الأهلي بنتيجة 88-76، أما فريق الشباب للنادي الأهلي كان فاز على فريق الشباب الاتحاد السكندري 81-85، والدوري المرتبط نتيجة الكبار مرتبطة مع الفريق الشباب، فريق الشباب لما بيفوز بياخد نقطتين، وفريق الكبار لما بيفوز بياخد 3 نقاط، يعني النتيجة حتى الآن 3-2 في الدوري المرتبط لصالح نادي الاتحاد السكندري. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الليلة. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.